السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة؟ لاباس؟ الأحوال طيبة؟ الحمد لله. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم غادي نحضر معكم جوج شكال ديال الحلوى، المعلكة كاوكاو والفقاص. هاد الفيديو كنت ناوية نحطو لكم قبل العيد، مي مكسبش، ماشي مشكل، وقسما جا الخير كينفع. حنا الحلوى نبغيو نصاوبو على طول العام ماشي غير في الأعياد. بالنسبه للمقادير ما غتلقاونيش محضره معكم المقادير في لا فيديو، ولكن غادي نكتبهم لكم في صندوق الوصف بالتفصيل. كنتمنى تعتمدوا هاد المقادير في تحضير هاد جوج شكيلات ديال الحلوى اللي هما الفقاص والمعلكه ديال الكاوكاو، لانهم كيجيو رائعين شكلا ومذاقا. ودابا غادي ندوزوا للطريقه ديال التحضير. غنبداو بتحضير الفقاص وبعد ذلك غادي نكملوا بالمعلكه. خليكم معايا باش نشوفوا طريقة التحضير. على بركة الله غادي نبداو. غناخد واحد البول او القصرية، المهم فاش ما موالفين نتوما كتخدمو. انا خديت بول درت فيه قبصة الملح، غادي نزيد فيه ثلاثة ديال البيضات وكاس ديال السنيدة وساشي ديال الفاني. ممكن تنسمو بالحامض، ممكن تنسمو زعما بقشور الحامض او قشور الليمون، ممكن او باي نكهة عندكم كتبغيوها. زدت انا ساشي ديال لافاني وكاس ديال السنيده، وغادي نضربوا هذا الخليط مزيان. الا عندكم الضراب ضربوا به، ما عندكمش خدموا بيديكم، خدموا مزيان هاد العناصر حتى يبيضوا، تيقربوا تيبداو زعما كيبيضوا. من بعد كتزيدي عاود كاس ديال الزيت وتعاودي تخدميه. ملي كتخدمي هادشي كامل مزيان صافي كيولي يعني مرغوي وكيبان لك بحال تزاد في الحجم ديالو. كتزيدي عليه الزريعات اللي كيكونوا من اختيارك. المهم انا هنا درت النافع وججلان واللوز. هنا درت واحد المعلقه كبيره ديال النافع، واحد خمسة المعالق ديال ججلان، ودرت واحد تقريبا واحد 80 غرام ديال اللوز. بالنسبه لهاد الاضافات ممكن نتوما تنسمو باللي عجبكم اللي عندكم في الدار، ماشي ضروري انكم تقيدوا بهاد النافع وججلان واللوز. ممكن ديروا غير النافع وججلان، ممكن ديروا غير النافع بوحدو. ممكن لاباز ديال الوصفه هو القياس ديال البيض والزيت والسنيده، هادو هما اللي تعتمدوهم باش تطلعوا الفقاس ديالكم. راه كيطلع فقاس من داكشي الرفيع ما كيبان فيه لا كوسور ما كيعذب ما والو. المهم كيف ما كتشوفوا راني ضفت هذوك داك النافع وججلان واللوز، ودابا بديت كنضيف الدقيق. هنا دخل ليا 550 غرام ديال الدقيق، نتوما غادي تغربلو 600 غرام تحطوها حداكم وتبقى تضيفوا، لان انا عندي هنا البيض صغير ممكن انكم تحتاجوا اكثر من 550 غرام، تقدروا تمشيو حتى ل 600. ودرت خميرة كيماوية مفيئة 11 غرام، ودابا زدت واحد جوج معالق ديال الماء الزهر اللي نسيتهم في الاول، تما اختيارين انا باش ديرهم راه ماشي ضروري، غير انا كيعجبني الماء الزهر نضيفه في الفقاس. صافي ملي تجمعت لي دابا العجينة راني قسمتها لحصص وغادي نبدا كنحرب فيها حتى نكمل العجينة كاملة. وملي تكونوا كتحربلو العجين وبانت لكم شي لوزة خرجت لكم من الجنب حيدوها وغرسوها الوسط باش ما تضيعش لكم في لي شوت. ودابا ملي كملت العجينه في التحربيل غادي نصوب الخليط باش غادي ندهنها. خديت اصفر بيضه
ودرت مع واحد معلقه صغيره ديال بودره الكاكاو. هذا ماشي الكاكاو المور، هذا غير ديك بودره الكاكاو اللي كنخلطوا مع الحليب. عاده كنديروها بقهوه سريعه الذوبان، ولكن انا ما عنديش دابا، عوضتها بهاد بودره الكاكاو. ممكن ديروا حتى القرفه حتى هي. المهم انا اليوم درت بودره الكاكاو، راه كتجي حتى هي زوينه، تعطي حتى هي لون زوين. وقبل ما تدهنوها هبطوا شويه على داك الفقاس، قرصوه شويه، هذه مرحله مهمه، ضروري خاصكم تقرصوه شويه باش ملي يكون تيطيب ما يتنفخش ويطرطق. يعني هذه واحد لاستيس اللي هي مهمه، دائما خاصكم ديروها الفقاس. صافي دابا غادي ندهنهم، كندوز المره الاولى المره الثانيه باش كيعطي داك اللون مغلوق، ومن بعد غادي نشرطها بواحد الفورشيط باش كيجيو دوك الخطوط كيزينوا الفقاس ديالنا. ومن بعد كندخلوها للفران، الفران اللي هو شعلته من قبل راه سخون، ولكن ملي غنبغي ندخل الفقاس غادي نقصو حتى الحد باش الفقاس ديالنا كيطيب غير بشويه عليه وما كيتلهبش لينا ويبقى خطر من الداخل. يعني صافي كيطيب، واخا كيطيب ديك نص طيبه راه كتلقاه زعما طايب، كتلقاه ناشف من الداخل. هادو الفقاس ديالنا من بعد ما دوز المرحله الاولى ديال الطياب. دابا حيت انا كنت مزروبه به غادي نغطيه بواحد المنديل وغادي نرشو بالماء. انا ما كنفزكش المنديل عاد كنغطيه باش ما كيتعجنش ليا داك القشره الفوقانيه ديال الفقاس، كنرشو غير بهاد الرشاشه الماء هكذا من الفوق وكنغطيه مزيان وكنخلي واحد ساعتين صافي مقطع. اما الا ما كنتش مزروبه به، الا طيبته في الصباح كنقطعو بالليل، ولا طيبته بالليل كنقطعو في الصباح. دابا الا كنت مزروبين كنديرو هاد العمليه، ما كناش مزروبين راه غير كنغطيو عادي وكنخليو اما يبات ولا يضل من الصباح حتى العشيه. دابا غادي نبداو كنقطعو في الفقاس ديالنا، خليت واحد ساعتين مرتاح. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني كيتقطع بدون مشاكل، واخا كنكونوا دايرين داك اللو الصحيح يعني ما كيديرش حتى شي مشكل تقطع، يعني الموس كيهبط نيشان ما كيتحبس ما والو. ومن الاحسن نقطعو بموس يكون رقيق، ما يكونش غليظ وما يكونش منشار. ولا عندكم داك الكيتور تاعو ديال البريكولاج حتى هو مزيان، عندكم شي كيتور كبير؟ انا عندي هذا الموس الصغير هو اللي خدمت به دابا. وكيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي الفقاس من الداخل، كيجي غزال وداك اللوز كيجي فيه كيكون عاطي واحد المنظر زوين، وكيف ما كتشوفوا ما كيتهرس ما والو. داكشي اللي كتشوفوا راه غير داك الجوج اللي كيتفرس من الفوق. انا حاولت كاع نقطع معكم تقريبا النص ديال داك الفقاس ديالي اللي خدمت باش تشوفوا بان راه كله ناجح، ما طرطق ما والو، ما كاين لا كوسور لا حتى شي حاجه.
دابا من بعد ما كملت التقطاع ديالو غادي نستفو في اللاطة وغادخلو الفران كيف ما قلت لكم يكون سخون مسبقا، وكتنقصي عليه حتى الحد باش يطيب على خاطرو ويتقرب مزيان، حتى دوك اللويزات تما كيف كتشوفوا في الصوره كيوليو محمرين. واخا يبقى عندك شهور وشهور ما كيفقدش ديك التكرميله ديالو لانه طيب مزيان. دابا غندوزو باش نصاوبو الغريبه المعلكه. انا عندي هنا 6 كيلو ديال الكاوكاو اللي دخلته للفران تصهد شويه، ما خاصوش يتحمر، الا تحمر غيعطيك المروره في الغريبه، غير يتصهد علاين تولي طير لي القشره ويبدا يصفر صافي حيدوه. وكتجيبوه هكا كتحاولوا تحيدوا ليه تقريبا النص ديال ديك القشره ديالو، انا كنبقى نفرك فيه بحال هكا باش كيتقشر. من بعد كنسفو شويه كنحيد من ديك القشره صافي، وباش من بعد كنطحنو. من بعد ما نقيت داك كاوكاو صافي طحنتو، دابا غنزيد عليه واحد الساشي ديال السكر فاني و 125 غرام ديال السكر كلاصي. انا ما كانش عندي سكر كلاصي العادي، كان عندي غير سبيسيال ما بغيتش نديرو، طحنت غير السنيده. داكشي علاش غتشوفوا السنيده شويه اللون ديالها مبدل حيت طحنتها في نفس الميكسور اللي طحنت فيه الكاوكاو. مهم علينا 125 غرام ديال السكر كلاصي. ودابا غادي نضيف لهم واحد المعلقه ونص ديال بودره الكاكاو المر مع نص معلقه ديال القرفه، وغادي ندير واحد قبصه ديال الملح صافي، وغادي نغربلهم باش يتحيدوا منهم دوك الحبيبات. من بعد طفت ساشي ديال الخميره الكيماويه من فئه 11 غرام، وهنا زدت واحد المعلقه ونص ديال مربى مشمش او الكونفيتور ديال المشمش. ودابا غادي نبدا نضيف البيض. هنا ضفت جوج ديال البيضات، بالنسبه ليا كانوا كافيين حيت هذا الكاوكاو طحنتو ليا الماشين مزيان، يعني علكاتو ليا طلق لي دم ديالو، يعني دوك جوج بيضات كانوا كافيين بالنسبه ليا. الا كان عندكم البيض الكبير راه غادي يكفاك بجوج بيضات، كان عندكم الصغير غادي تمشيو حتى ثلاثه البيضات. المهم ديروا جوج وشوفوا عينكم ميزانكم صافي. من بعد ما عركتو مزيان هذا هو القوام ديال الخليط، كيكون بحال ما كان معلك ما كيكونش جاري وما كيكونش قاصح. دابا غنخليه يرتاح واحد شويه بين ما وجدنا السكر كلاصي فاش غادي نفندوه، واللاطه فاش غادي نستفوها، وجمعنا شويه داك البلون دو طرافاي ديك الروينه اللي درنا صافي، وندوزو باش تشكلوه غريبات ونفندوه السكر كلاصي. صافي هنا بديت كنشكل الغريبه ديالي وكنفندها في السكر كلاصي، غير هو ما تكبرونوش بزاف، ديروهم غير ديروا القياس، ديروهم ما بين 20 حتى 25 غرام، حيت الا كبرتهم عاوتاني كيجيو يعني كيتشتتوا كيجيو كبار، ما كيجيوش زوينين في المنظر. يعني هذاك يعني الا كثرتوا 25 غرام عبروا الاولى وصافي، شدوا قياسكم وسيروا عليها. من بعد ما كنكمل تشكيل الغريبه كنهبط عليها هكا بصبعي كندير لها البصمه باش كنعاونها انها تشقق في الفران. الفران تيكون مسخن مسبقا، وملي كنبغي ندخلها كنقص عليه وكندخلها لتحت العافيه من الفوق حتى كتشقق، عاد كنطلع على الفوق صافي. كنحسب لها 3 دقائق وكنخرجها لان ما كتبغيش طيب بزاف سينو راه كتقصح. تبعوا غير هاد النصائح والمقادير غتنجح لكم من اول تجربه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوات اللي صاوبنا مع بعضياتنا اليوم.
الفقاس والمعلكه ديال الكاوكاو، راه كيجيو رائعين في الشكل وفي المذاق. بالنسبه للفقاس الطياب ديالو الثاني، خاص تكون العافيه ديالو تكون العافيه من التحت، يعني اللاطه الفوق والعافيه من التحت، وتخليه ياخذ حقه في الطياب حتى يتكرمل، وحتى كيولي داك اللوز مذهب. يعني ملي كتحلوا الفقاسه كتلقاوها مذهبه من الداخل، ماشي غير كاينين اللي كيدخل كيهبطوه لتحت نيشان صافي كيذهب ليه الوجه ديالو كيخرجوا، لا خاصو يطيب مزيان يتكرمل عاده باش كنهبطوه لتحت باش كيذهب ليه الوجه ديالو. وبالنسبه للمعلكه تبعوا غير المقادير والنصائح، راه غتنجح لكم من اول تجربه. ما بقى لي غير نتبع معكم هذا الفيديو ونضرب لكم موعد في فيديو قادم مع وصفه جديده ان شاء الله. خليتكم في امان الله ونقول لكم السلامه.